يعني بنقدر نقول ان الازياء، يمكن حكينا منذ الصباح الباكر بالمقدمه، الازياء هي صناعه في دول العالم المتقدمه واللي بتهتم بالثقافه والفنون. فليش لا ما يكون عندنا اسبوع الاردن للموضه زي ما بنسمع اسبوع ميلان للموضه واسبوع باريس للموضه. فعلا سعيدين بانه لاول مره في الاردن سيتم اليوم اطلاق اسبوع الاردن للموضه، وطبعا هذا الاسبوع هو مخصص للمصممين الاردنيين المبدعين اللي عم بيقدموا تصاميم عم ينجحوا فيها ليس فقط على المستوى المحلي ولكن ايضا على المستوى العربي، وشفنا العديد منهم وصلوا إلى العالمية. الزميلة آية خياط مشكورة موجودة الآن في التحضيرات ما قبل الافتتاح لأسبوع الأردن للموضة. هلأ آية موجودة معنا في المكان. آية صباح الخير، يعطيك العافية، واحكي لنا كيف الأجواء عندك آية. صباح الخير ميس، صباح الخير لكل متابعين حلوة يا دنيا. أنا اليوم كتير سعيدة أني أكون معكم بهالحلقة، واليوم نحن موجودين بجوردن فاشن ويك اللي رح يكون بفندق الكامبينسكي، ببلش اليوم ورح يستمر ليوم الغد. طبعا نحن موجودين الآن لنقول لكم الأجواء ونحاول نعمل أكم من مقابلة. طبعا هلأ لسه مش كتير في ناس لأنه جوردن فاشن ويك ببلش على الساعة 11، ولكن نحن حبينا نكون موجودين أبكر لحتى ننقل لكم هالفاعلية اللي جدا رائعة والأولى من نوعها بالأردن، واللي نحن فخورين بأنه وأخيرا صار عنا مثل هيك حدث، منصة للأزياء والموضة بالأردن واللي بتدعم المصممين الأردنيين. رح ناخدكم بجولة بجوردن فاشن ويك، والبداية رح تكون مع حلا أحدى منظمي هالحدث لتحكي لنا أكثر عن جوردن فاشن ويك. مرحبا حلا. أهلا، كيفك؟ I'm good، أنت كيفك؟ الحمد لله. حلا احكي لنا عن تنظيمكم لجوردن فاشن ويك. So Jordan Fashion Week, it's going to be the official first time fashion week here in Jordan, and we are helping the designers, the local designers, to we are platform the designers to reach their international level. احكي لنا قد ايه اخذ منكم وقت لتحضروا لهيك ايفنت كبير عم بدعم صناعه الازياء بالاردن؟ أكيد أخذ منا وقت كتير كبير، بس أكيد كله عم نشوف هلا يعني المجهود اللي عملناه عم بيصير. عم تشوفوه قدام عيونكم، صار حقيقة وواقع. طب احكي لنا غير مصممين من الأردن، مين كمان مشارك معكم؟ في عنا international designers يعني. Yes. International designers. طيب أوقات العرض إمتى رح تكون؟ إمتى بتبلش؟ اليوم وبكرة؟ yes اليوم وبكرة رح يكون يعني رح we are opening our doors على الساعة 11، بس رح يبلش الرانويز من الساعة 2 للساعة 8، ونفس الشيء لديتو. طب شو رأيك حلا هلا هيك نروح بجولة بجوردن فاشن ويك لحتى نورجيكم التصاميم اللي عم بيعرضوها المصممين؟ طبعا هون عنا رشا عودة تصاميمها كتير حلوة، وشوفوا هذا الدريس مع أحلى I think عملته من ورق شجر الزيتون، فكتير حلو صراحة. وقديه عم بيبدعوا المصممين الأردنيين لحتى ينقلوا صورة حلوة عن الأردن، بأنه نحن ما منقل إشي عن الدول الأخرى، بأنه يكون عنا منصة للأزياء والموضة، ولأنه فعلا بآخر كم من سنة عم بيكون عنا مصممين أزياء جدا رائعين. وغير المصممين الأردنيين عنا مصممين رائعين من لبنان. عنا المصممة جينا سلامة من لبنان مشاركة معنا لحتى تعرض تصاميمها. احكي لنا عن تصاميمك جينا، كيفك؟ شو أخبارك أولا؟ تمام، منيحة. وأنت؟ احكي لنا عن مشاركتك بجوردن فاشن ويك. Honestly كانت experience بعد ما بلشنا بس experience كتير حلوة، لأنه I'm gonna launch my first and second collection. حلو كتير. احكي لنا عن تصاميمك، أنا هون شايفة كتير تصاميم حلوة وغريبة للمجوهرات. مزبوط، it's a jewelry line. Actually it's a wearable architecture ومستوحى من هو طريقة تصنيعه شوي غريبة، لأنه هو parametric and computational design. يعني هو القطع اللي شايفيتها codes على الكمبيوتر، على architectural programs و math equations بتتطبق، بيعطينا a geometric shapes اللي هي تصنف تحت المدرسة التفكيكية بالعمارة. So بيطلع عنا هو
بيطلع لنا هول الأشكال. من وين استوحيتي تصاميم مجوهراتك؟ دائما بالمصممين بيكون عندهم إشي بيستوحوا منه. أنت هاي الكولكشن وين استوحيتي؟ وهيدا الكونسبت كمان إذا بديك هي it's inspired by the morphogenetics. هي هلأ بالعمارة وبالبيولوجي actually. هي living cells اللي هي كان adapt على مع بعضها تيطلع عندك geometric and organic shapes. حلو كتير. مثل ما قلت برجع بقول هولي معمولين على an architecture program ومطبوعين 3D printed وبعدين معمولين ذهب. كتير كتير حلوين وتصاميم غريبة مش دائما بنشوفها. يعني شوفوا هاد ما أحلى. قدي غريب. هاد ذهب ايه ذهب. كتير حلو. White gold وروز جولد وجولد like obviously it's a gold. حلوين كتير. نحنا كتير جول كمان إذا ورجينا. ما بعرف. ببينوا ال parametric it's very parametric design حلوين كتير مسيو فوت فيهم يعني في يكون ديامو أصلي فيك تحط ديامو أو زي يكون حيا لا حسب اختيار الزبونة ايش بتحب تقدري انت تضيفي لها على التصاميم. جينا نحن كتير مبسوطين انك مشاركة معنا بجوردن فاشن ويك وكل التوفيق لك. مرسي كتير وانا كمان pleasure was mine. نورت الأردن. مرسي وجودك. Thank you. طيب خلونا نكمل لفة بهالمكان الحلو كتير. زي ما قلت لكم لسه فاضي لأنه الافتتاح ببلش على الساعة 11 ولكن نحن هيك حبينا ننقل لكم الأجواء. هذا المحل رح يكون أظن كمان ساعة رح يكون كل الناس هون لحتى ييجوا يدعموا المصممين الأردنيين. خلونا هيك نشوف لكم أشياء مميزة نحكي لكم عنها ونورجيكم تصميمهم. هلأ رح نكون مع المصمم أحمد كرابشة. كيفك أحمد؟ شو أخبارك؟ سهلا فيك يا هلا أحمد. احكي لنا عن مشاركتك في المرة الأولى بجوردن فاشن ويك. أوكي، هي أول مرة بشارك فيها. هي أول كولكشن اللي أصلا مشروع تخرجي بالمعهد. هو الكولكشن مستوحى من المرأة الجوزاء، المرأة الحرة الجريئة اللي عندها أفكار جريئة، بتقدر تكون أكثر من شخصية. امرأة بحس أنا برأيي الشخصي إنها مجموعة نساء مش امرأة واحدة. هي هو الكاجوال ريدي تو وير أكثر من إنه بيستخدم فيه الجلد، بيستخدم الفابريك الجلد مع كمان الفابريك الناعم إنه صلب نفس الوقت إنه أنثوي. في عندك الأصفر، في عندك هاي كاجوال، في عندك هون. طب احمد انت قلت لي المراه الجوزاء، ايش معنى المراه الجوزاء؟ يعني انا جوزاء. اوكي، وهي بطاقه تعريفيه لي كاول مره، فحلو ان انا اشوف كيف انا بشوف المراه. يعني بطاقه تعريفيه لي انا كيف بشوف المراه، كيف حابب تكون. انا دخلت الازياء، يعني دخلت مجال الازياء عشان اعرف، او مش عشان اعرف، عشان انا بدي اشوف المراه بشكل معين. طب شو بتحس جوردن فاشن ويك راح يضيف لك بمشاركتك فيه؟ أكيد حضيف لي بإني هو بطاقة تعريفية ومنصة كبيرة، يعني أول مرة ببين، فرح أبين بمكان كثير كبير، أكبر إشي صار بالأردن يعني. كل التوفيق لإلك أحمد، ونتمنى نشوف تصاميم لقدام أكثر. شكراً، شكراً لك كثير. أهلا وسهلا. أهلاً. خلونا نكمل جولتنا بجوردن فاشن ويك. واحدة من أهم النقاط اللي بدنا نحكي لكم إياها إنه بجوردن فاشن ويك رح يكون مشارك كثير من المختصين بعالم الموضة والأزياء، وهذا الإشي رح يكون منصة كثير رائعة وجيدة للمصممين الأردنيين لحتى تكون لهم الخطوة الأولى بأنهم يوصلوا للعالمية وينقلوا تصاميمهم وصورة الأردن الحلوة للعالمية. بس بدي أورجيكم هون كمان زي ما شايفين كل الديزاينرز عم بيعرضوا تصاميمهم. شوفوا الفستان ما أحلى، يعني تصاميم عن جد الواحد بيرفع راسه فيها انه واخيرا نحن صار عنا بالأردن مصممين رائعين بالمستوى العالمي. شوفوا هالتصاميم ما أحلاها، هدول كتير حلوين.
يعني هيك نحن حبينا ناخدكم بجولة بسيطة بجوردن فاشن ويك، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا فيها. لكل محبين الأزياء والموضة هذا المكان المثالي لكم، زي ما قلت لكم هو رح يكون بفندق كامبينسكي شمساني ورح يستمر لليوم وغدا أيضا، والبداية رح تكون اليوم الساعة 11 الصبح. وهلأ برجع لك على الاستوديو مايس، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا بهالجولة بجوردن فاشن ويك وتكملة الحلقة مع الرائعة مايس. آية شكرا آية، يعطيكي ألف عافية، فعلا كفيتي ووفيتي. أنا كنت حابة نسلط الضوء أكثر يمكن على الفساتين والأواعي، لكن أكيد يعني وجدتينا حيز جيد جدا من المشاركين المصممين. وزي ما حكينا أسبوع الأردن الموضة رح يتم افتتاحه يعني بشكل رسمي كمان نص ساعة، لكن فعلا يعني سعيدين جدا بهذه المواهب الإبداعية بمجال الأزياء. ونرجع مرة تانية بنقول نتمنى أن تصبح الأزياء صناعة في الأردن. أنا شخصيا جدا استمتعت، وأكيد لازم كلنا نروح ونشوف هذه الأذواق الجميلة للمصممين الأردنيين. فرقتنا الموسيقية انبسطوا بالأزياء الحلوة، بس ما في آلات موسيقية هناك، فما أظن أنه ممكن تكونوا مهتمين صح؟